المتاحف اللي. اه متعلقات النبي انا ما كتبتوش معلش. هيفتكر ان احنا بنطنش عشان السؤال على تركيا يعني. لا لا والله مش قصدي. لا ما هو ده في عارف في الغربيه في طنطا مسجد السيد البدوي حاطين برضو صخره كده وان دي اثار اقدام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني موجود فعلا في مساجد كتير يقول لك هنا شعيرات من شعر النبي، هنا موضع اقدام النبي صلى الله عليه وسلم، فهي بتسال عن هذه المقتنيات هل حقيقه ولا لا يعني. والله شوف انا ليس عندي دليل بالاثبات ولا بالنفي، انا مش متخصص في الاثار، لكن انا بنسبه كبيره اشك في صحه هذه الامور يعني. يعني طيب شعيرات يعني وبعدين البرده او كذا، ما امر طبعا يتعذر يعني. اذا يعني الكعبه تعرضت للتدمير وغير والدنيا، فمساله بقاء الامور دي ما اقدرش ان انا، ولما لم تتحلل ماشي اجساد الانبياء يعني لا تر لا تتحمم الى رمم معاذ الله يعني، او لا تاكلها الارض، لكن في النهايه ما يعني مش مقتنع 100% بمثل هذه الامور بوجودها. وارد ان في ناس احتفظ بحاجه ايوه، لكن انا شخصيا ما عنديش اثبات علمي يقيني بصحه هذه الامور، ولا عندي نفي يقيني بنفس الحال، لكن جوايا شكوك تمام ككثير من الناس لما بيشوف الحاجات دي. ايوه كيف بقيت؟ او عمامه، ان دي عمامه سيدنا يحيى. نعم برضه مساله برضه ما اقدرش. شفت ده طبعا في متحف كوب كبي في تركيا. ايوه موجود حاجات، في حاجات ماشي اقتنع ان ده الميزاب بتاع الكعبه قديم، مفتاح للكعبه ماشي، لان كان في النهايه فينا سلطنه عثمانيه، فمن حقها بما ان كل البلد كانت تحت سلطتها خدت الحاجات دي حطتها في متحف. ايوه تمام وارد مش مستبعد يعني، انا بقول لك ايوه، لكن مدى صحه نسبه دي ما اقدرش. زي راس الامام الحسين قالوا ان يعني وابعد الاقوال ان يكون في مصر. ومع ذلك في مسجد العبيد قال لك في ضريح له بتاع، الناس مقتنعه ان في ضريح، وناس بتزعل يقول لا مش موجود في مصر. ايوه كاننا احنا بنحرم مصر من شرف عظيم يعني. في النهايه كما قال سيدنا يعني سلمان الفارسي، ايوه كان اخو سيدنا ابو الدرداء في الاسلام يعني، لما النبي صلى الله عليه وسلم اخا نعم، فسيدنا ابو الدرداء ذهب الى بيت المقدس واقام هناك، وأرسل رسالة إلى سلمان الفارسي رضي الله عنهما وقال يا سلمان هلما إلى الأرض المقدسة. فرد عليه سلمان، كان سلمان وقتها والي يعني، فقال يا أبا الدرداء إن الأرض لا تقدس أحدا نعم، ولكن العمل الصالح يقدس صاحبه. تمام، فوجود فيها يعني نبي مدفون أو كذا أو كذا، طيب ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، هل ده منع ولي عهد السعوديه وحكام ان هم يطبعوا مع اسرائيل؟ او ان هم بالتعاون ده مع اسرائيل؟ او يدفعوا كل المليارات دي لترامب اللي ما بيدفعوش ربعها لشعبهم ولا للمسلمين؟ تمام القصه مش بالنسب. ايوه ليس بالنسب وليس بالارض وليس انما بالعمل الصالح، وده عظمه الاسلام. ما فيش حاجه عندنا اسمها الاشراف، حكايه والاشراف ونقابه الاشراف على راسي من فوق الناس بوجه عام. طب والاشراف وغيرهم ايه؟ خسيسين في الإسلام؟ لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. بس نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا.